الدكتور محمد مشالي، نصف قرن من العطف على الغلابة. عيادة أشهر أطباء مصر تفتح أبوابها من جديد بعد وفاته بقليل، لكن شيئا واحدا ينقصها، روح محمد. هل تذكرون طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي؟ بعد نصف قرن من مساندة الفقراء مات، هزيل ومتعب مات، منحني الظهر مات. ظهر انحنى ربما ليماثل تواضع روحه. محمد عبد الغفار مشالي، المولود في قرية ظهر التمساح في محافظة البحيرة في دلتا مصر عام 1944، عاش حياة بسيطة ومات مع الذين عاش معهم، الغلابة. لم يطب لصاحب القلب أن يعتاش على أوجاع الناس، فكان لهم الهوى. وبينما يتهم المصريون المشاهير من الأطباء وغيرهم في المبالغة في أسعار خدماتهم وقد تخلوا عن الإنسانية التي تميز مهنتهم، راح طبيب الغلابة يهدهد جراح مرضاه رافضاً أن يتقاضى أكثر من 5 جنيهات مصرية. وعندما زادت صعوبات الحياة وصار الجنيه غير الجنيه، رفع السعر إلى 10 جنيهات، أي أقل من نصف دولار، بينما يتقاضى الآخرون مئات الجنيهات. كشفية لم يكن يكترث لها، فما أن ينتبه أن مريضه لا يستطيع دفع حتى هذا المبلغ الزهيد، يرفض أن يتقاضى أي أجر، بل ما يعرفه الفقراء عنه أنه كان يدفع من جيبه الخاص للمرضى سعر الدواء. قصة هذا القلب في شبابه عادية جداً، شاب ينتقل من قريته مع أسرته للإقامة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ليلتحق بعد ذلك بكلية الطب في جامعة القاهرة، ومنها يتخرج عام 1967 متخصصاً في الأمراض الباطنية، الطب العام والحمية والأطفال. في بداية حياته عمل في الريف متنقلاً بين الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، ليترك ذلك بعد سنوات وتحديداً عام 1975 ليفتتح عيادته الخاصة بمدينة طنطا. سريعاً حاز على لقب طبيب الغلابة. أما الروايات التي تحدثت عن سر رقته على الفقراء فكثيرة، فيما الصحيح أنه صاحب قلب، فكل ما كان يقال عن الحوادث التي جعلته يقوم بما قام به كانت تقع لأطباء آخرين ولم ينفعلوا بالطريقة التي انفعل فيها هو. سواء كانت رقته على الفقراء تنفيذاً لوصية والده أم لوفاة طفل فقير بين يديه عجزت أسرته عن شراء الدواء، كلها مجرد تفاصيل لقلب يتلوى من أمراض الفقراء. أشهر أطباء مصر لا يمتلك سيارة، وعيادته عانت من إهمال لم يمتلك الوقت ولا المال لتجديدها، كما أنه مات ولم يمتلك هاتفا محمولا. ما يفعل بكل هذا؟ رغم العروض الضخمة التي عرضت عليه من أجل مساعدته في تحسين وضعه وجعل عيادته أفضل حالا، رفض. أما المرات القليلة التي وافق فيها على الحصول على التبرع فكانت لشراء أجهزة طبية لإجراء التحاليل الأولية الضرورية لمرضاه، أو أنه تبرع بها أصلاً للمرضى الفقراء. لا يحتاج القلب لسبب وجيه ليحسن إلى المستضعفين، يكفي أن يكون قلباً نابضاً. هذا ما كان عليه قلب محمد عبد الغفار مشالي.